Hello everybody, welcome to my channel. This is محمد سيف. أهلا بكم في فيديو جديد ودرس جديد. والنهاردة هنبدأ دراسة أول قصيدة مكررة علينا في Grade 7 أو أولى إعدادي بعنوان Day. بس قبل ما تبدأ القصيدة، لو أنت ما شفتش الفيديو اللي بعنوان مقدمة في البوتري، ياريت تشوفه عشان تقدر تفهم المصطلحات اللي احنا هنستخدمها النهاردة في درسنا. ولو لسه ما اشتركتش في القناة، يا ريت تشترك فيها وتفعل زر الجرس. يلا بينا نبدأ درسنا. عنوان القصيدة بتاعتنا النهاردة Day. The poet of it, his name is Sir Cecil Spring Rice. ده اسمه الشاعر بتاعنا بتاع قصيدة اليوم. Sir Cecil Spring Rice was born on 27 February 1859 and he passed away on 14 February 1918. Sir Cecil Spring Rice was a British diplomat who served as a British ambassador to the United States from 1912 to 1918. بيقول لنا شوية معلومات عن الشاعر. اسمه سير سيسل سبرينج رايس، واتولد سنة 1859 وتوفي سنة 1918. هو كان دبلوماسي بريطاني وخدم أو اشتغل كسفير بريطاني في الولايات المتحدة الأمريكية من سنة 1912 إلى 1918. The poem Day. يلا نقراها مع بعض. I am busy, said the sea. I am busy, think of me. Making continents to be, I am busy, said the sea. I am busy, said the rain. When I fall, it's not in vain. Wait and you will see the grain. I am busy, said the rain. I am busy, said the air. Blowing here and blowing there. Up and down and everywhere, I am busy, said the air. I am busy, said the sun. All my planets, everyone, know my work is never done. I am busy, said the sun. Sea and rain and air and sun, here is a fellow taller one, whose task will soon be done. القصيدة عموما شايفينها متكونة من 5 stanzas. هو كلماتها سهلة زي ما احنا شايفين، يعني هما كم كلمة ممكن اللي محتاجين نعرفهم. طبعا شايفين ان 4 عناصر من عناصر الطبيعة بتتكلم، السي والرين والاير والسان، بيتكلموا عن وظيفتهم او الشغل بتاعهم. وفي اخر stanza بس الشاعر هنا بيعمل comparison between his work، بيعمل مقارنة ما بين شغله كإنسان أو كالشاعر عموما وما بين العناصر دي. هنشوف المعنى أوضح لما نبدأ ندرس القصيدة stanza by stanza. The first stanza هنقراها تاني سريعا. I am busy, said the sea. I am busy, think of me. Making continents to be. I am busy, said the sea. شايفين هنا الشاعر بيقول إن البحر بيتكلم ويقول أنا مشغول، أنا مشغول، فكروا فيا أو في الشغل بتاعي، أنا بصنع لكم الكونتيننتس يعني القارات، وأنا مشغول، قال البحر. ده المعنى بالعربي. لو في الامتحان طبعا من الفيديو بتاع مقدمة البوتري هتعرف إن عندي في الامتحان 4 أنواع من الأسئلة ممكن يطلب منك إنك تكتب الparaphrase. paraphrase قلنا يعني معنى الأبيات بس بتستخدم كلماتك. طيب الparaphrase ممكن أقول إيه هنا؟ زي ما أنا مديكو example، أنت طبعا ده مش حفظ، هو مجرد model for you، تقدر أنت تعبر عن نفس المعنى بكلمات تانية أو بكلماتك. The boat says that the sea says that it's busy working. إن البحر مشغول. We must think of its work. لازم نفكر في شغلانة البحر دي. As it's important. عشان دي حاجة مهمة. It makes land appear. طبعا البحر هو السبب أو الشيء اللي بيخلي الأرض تظهر. تاني حاجة مهمة عندي وممكن تنطلب مني في الامتحان إن يطلب مني أكتب الرايم سكيم. Rhyme scheme اللي هو القافية الأخيرة، ومش هشرح تاني الحاجات دي.
طبعا هنبص عند آخر كلمة في أول لاين سي بعدها مي the same sound يبقى the same symbol نفس الرمز. طبعا أول صوت بيقابلني في القصيدة بياخد أول رمز في الإنجليش هيبقى A مي A B A C A. يبقى الرايم سكيم بتاع الاستانزا دي هو A A A A. تمام، نروح لنقطة تانية اللي هي الـ figures of speech، الصور الجمالية اللي الشاعر استخدمها. عندي بس في الاستانزا دي هي صورة واحدة نوعها personification تشخيص، موجودة في اللاين اللي بيقول I am busy said the sea. وشرح الصورة ان the poet gives the sea the image of a person who can talk. الشاعر بيدي البحر صورة انسان بيقدر يتكلم. آخر حاجة ممكن تنطلب مني اللي هي الـ devices الأدوات أو الـ musical tools اللي الشاعر استخدمها. عندي بس هو نوع واحد في الاستانزا دي اللي هو الـ alliteration الجناس الاستهلالي، وموجود ما بين كلمتين في اللاين الأولاني said سي، الاتنين بادئين بنفس الساوند اللي هو سا. أوكي، وفايدة الـ alliteration هنا it gives the music to appeal our sense of hearing، بتدي موسيقى تجذب حاسة السمع عندنا. ننقل الـ stanza number 2. I am busy said the rain when I fall it's not in vain wait and you will see the grain I am busy said the rain. كلمة هو هنا بيقول إن المطر المرة دي هو اللي بيتكلم، وبيقول إن هو لما بيسقط it's not in vain. not in vain يعني مش بينزل هباء أو مش بينزل بدون فايدة. wait and you will see استنى بس وانت هتشوف the grain اللي هو المحاصيل الزراعية خصوصا الذرة والقمح I am busy said the rain. ده المعنى بالعربي. الباراphrase هنا للاستنزا دي ممكن نكتب ونقول The poet says that the rain says الشاعر بيقول إن المطر بيقول that it's busy working إنه مشغول جدا when it falls لما هو بيسقط it helps the plants to grow بيساعد النباتات تنمو. الرايم سكيم طبعا هنا الاستنزا الأولى كان كلها رمز A، هنا rain غير الساوند يبقى نغير السيمبل. تاني سيمبل عندنا في الالفابيتيكال اللي هو P rain P vein P grain P and rain P نفس الساوند يبقى نفس الرمز. figures of speech عندي هنا الصور الجمالية هي نوع واحد اللي هي personification تشخيص، موجودة في اللاين اللي بيقول فيها I am busy said the rain أنا مشغول قال البحر. طبعا بشرحها وبقول إن the poet gives the rain the image of a person who can talk، الشاعر بيدي المطرة صورة إنسان بيتكلم. الـ devices برضو أو الـ musical tools عندي نوع واحد اللي هو الـ alliteration، موجود ما بين كلمتين في السطر الثالث wait well الاتنين بادئين بنفس الـ sound it gives music to appeal our sense of hearing بيدينا موسيقى تشد حاسة السمع بتاعتنا. ننقل للستانزا التالتة، شايفين طبعا الكلام سهل والقصيدة سهلة. ستانزا نمبر 3 I am busy said the air blowing here and blowing there up and down and everywhere I am busy said the air. الهوا هنا المرة دي هو اللي بيتكلم وبيقول لنا هو مشغول طبعا وان هو عمال بيهب هنا ويهب هناك فوق وتحت وفي كل مكان. blow طبعا يهب. الparaphrase بتاع الاستنزا دي سهل برضو the poet says that the air says that it's busy walking it blows everywhere. الهدف من ان هو عمال يتحرك، طبعا الهواء فايدة الحركة بتاعته to cool the weather عشان يبرد لنا الطقس and mix the gases ويخلط الغازات بتاعة الغلاف الجوي. الرايم سكيم بتاعنا هنا طبعا هنا غير الساوند air there where air يبقى ياخد رمز جديد اللي هو هيبقى سي 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 سي. figures of speech برضو شبه الـ two stanzas اللي فاتوا، عندنا personification موجودة في اللاين اللي I am busy said the air وطبعا the poet gives the air the image of a person who can talk، الشاعر ادى هنا الهوا صورة إنسان أو شخص بيقدر يتكلم.
الـ devices المرة دي مختلفة عن الـ two stanzas اللي فاتوا. عندي هنا نوع جديد اللي هو الـ contrast، التضاد. الشاعر هنا استخدم كلمات عكس بعضها. عندي موجود في اللاين الثاني بيقول here and there، هنا في بينهم contrast، وفي اللاين الثالث up and down برضو هنا في contrast. فايدة الـ contrast: it gives the music to appeal our sense of hearing، وكمان and clear the meaning، يبقى بيشد حاسة السمع عند المستمع أو القارئ، وكمان بيوضح المعنى. ننقل لستانزا نمبر 4. I am busy, said the sun. All my planets, everyone, know my work is never done. I am busy, said the sun. هنا المرة دي الشمس هي اللي بتتكلم وبتقول لنا إنها مشغولة طبعا، وكل الكواكب وكل إنسان أو كل حد عارف شغلها هو عمره ما بينتهي، تمام؟ طبعا كلمة planet معروفة معناها كواكب. الparaphrase هنا ممكن نقول إن the poet says that the sun says، الشعر بيقول إن الشمس بتقول that it's busy working، شغل مشغولة جدا، everyone and all the planets، كل الناس وكل الكواكب know that the work of the sun، إن شغل الشمس never finishes، عمره ما بينتهي أبدا، it always shines، هي دايما بتشرق. لو انا هتكلم عن رايم سكيم، طبعا هنا صوت جديد sun one dan sun، يبقى رمز جديد هيبقى دي 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 دي. لو هتكلم عن الفيجرز اوف سبيتش، عندي برضو زي الثلاث ستانزات السابقين، عندي برضو هي نوع واحد من الفيجرز اللي هو personification، وموجود برضو في نفس اللاين اللي هو I am busy, said the sun. وطبعا the poet gives the sun the image of a person who can talk، الشاعر بيدي هنا الشمس صورة إنسان بيقدر يتكلم. ال devices أو musical tools عندي هنا شبه أول two stanzas، عندي alliteration اللي هو الجناس الاستهلالي موجود في ما بين كلمة said و sun، وطبعا فايدته it gives the music to appeal our sense of hearing. ننقل لآخر stanza عندنا، stanza 5، سوري الرقم مش مظبوط، هي آخر stanza عندنا sea and rain and air and sun. Here is a fellow taller one whose task will soon be done. هو طبعا دي النهاية أو الخاتمة بتاعت القصيدة كلها، هو غير شوية طبعا هنا ثلاث أبيات بس مش أربعة زي الاستنزات السابقة، وهنا بيدينا الكونكلوجن بتاع أو خلاصة القصيدة كلها. هنا بيكلم هو الشاعر بيتكلم كل العناصر الطبيعة اللي اتكلموا في أول أربع استنزات، السي والرين وإير أند سان، بيكلمهم وبيقول لهم يوجد هنا صديق عامل زيكم بالظبط، اللي هو بيتكلم عن نفسه أو على الإنسان عموما، whose task اللي وظيفته will soon be done. طبعا هنا بيقارن ما بين وظيفة الإنسان اللي هي سريعة ما بتنتهي لأن الإنسان بيموت، ولكن كل العناصر الطبيعة التانيين دولت مش بيموتوا ومش بينتهوا، لأن في نهاية أي عنصر منهم أو أي واحد من العناصر دي لو انتهى أو وظيفته انتهت أو توقفت، طبعا كل الكون هينتهي. طيب لو طلب مني أعمل paraphrase للستانزا دي، هقول له the poet talks to the elements of nature that he is their friend and he works too but his work will be finished soon. بيقول لنا هنا إن الشاعر بيتكلم عناصر الطبيعة الأربعة، وبيقول لهم إن في هنا صديق ليكو وهو كمان بيشتغل برضو زيكو، بس للأسف وظيفته في الكون finished soon، بتنتهي سريعا لأن الإنسان مش خالد زيهم وبينتهي بالموت. طيب الرايم سكيم هنا ما تغيرش عن السنز السابقة، عشان كده مش هنغير السيمبل وهنكمل. طبعا sun one done هتبقى نفس السيمبول بتاع الستانزا اللي قبلها، هتبقى دي دي دي. figures of speech المرة دي في الستانزا دي عندنا نوع تاني من الفيجرز اللي هو الميتافور اللي هو الاستعارة.
طبعا موجودة في اللاين اللي بيقولها here is a fellow taller one، يوجد هنا صديق عامل مثلكم. سوري هو طبعا الشعر ما قالش مثلكم، طبعا ده حذفها اللي هي like you، like الأداة التشبيه ويو اللي هو المشبه به، وبكده يبقى هو غير الصورة من تشبيه إلى metaphor. وبنوصف الصورة هنا بنقول the poet makes a comparison between himself and the elements of nature. الشاعر هنا بيعمل مقارنة بين نفسه وما بين عناصر الطبيعة اللي اتكلموا في الاستنزات السابقة، and all of them are workers، وكلهم سواء الشعر أو عناصر الطبيعة دول بيشتغلوا. الديفايزز أو الميوزيكال تولز عندي في الاستنزا دي، عندي نوع اللي هو الاليتريشن الجناس الاستهلالي، موجود ما بين كلمة في أول لاين ما بين كلمة see and sound. طبعا it gives the music to appeal our sense of hearing.